تكريم أوائل الطالبات وتخريج الثانوية العامة اللي أسميناه فوج عائدون لعام 2018. عادة في نهاية كل عام بتقوم المدرسة بهذا الحفل لتتويج لجميع الفعاليات اللي بتعملها المدرسة وتكريما للأوائل على جهودهم وتفوقهم، وكذلك تخريجا للثانوية العامة متمنين لهم التفوق والنجاح إن شاء الله، مع بعض الكلمات الداعمة والمساندة لهم لكي يبدأوا عطلتهم بدراسة موفقة إن شاء الله. شكرا، يعني إنه كانت التدريس بجنن، والمديرة كانت كتير منيحة معنا، والهيئة التدريسية برضو نفس الإشي، وكانوا زي أمياتنا بالنسبة لنا، وبرضو صحباتي وإنه زملاتي بالصف كانوا زي كنا زي الخوات مع بعض بالأربع سنين، وإنه شكرا لكل حدا بالمدرسة دعمنا. بدي أهدي تفوقي للمعلمات والكل اللي دعمني عشان أوصل، وأكيد السلام موصول بست نداء المديرة اللي أكيد يعني سهلت لنا كل الطرق عشان نوصل لهدفنا. وأكيد إحنا اليوم عملنا كثير فعاليات، منها تكريم الأوائل المتفوقات في التوجيه، وإحنا اللي هو الأوائل في المدرسة من صف تاسع لأول ثانوي.